السلام عليكم، توجور مع قناة رستم نور، متواجدين أمام مسجد السلام. هذا المسجد التحفة اللي قاموا بعض المحسنين تاع بلدة مسرى وبالخصوص حي سيل بطلائه، يعني مشكورين على هذا الشيء، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم. وبفضل الله تتم الصالحات، نحمد الله ونشكره على هذا الخير وعلى هذا الناس اللي وقفوا معنا وقاموا بطلاء هذا المسجد التحفة هذا نتاع السلام. هذا جاي في حي سيل بمسرى، الله يبارك، يعني ما شاء الله حاجة روعة. إن شاء الله ندوروا به كامل، ندوك نصوروه، إن شاء الله تشوفوا كلش كاين في القناة نتاعنا نتاع نور، إن شاء الله رستم. سلام تمام. انا شاهدوا في سلعة الجل معنا هنا، يعطينا كلمه حول هذه المبادره الخيريه اللي فعلوها المحسنين نتاع حي السيل. تفضل العجل. نقول لك راجل زين، حيا الله يبارك، الله يبارك. ايوا حيا على معنى الكلمه. بارك الله فيك، يعني اهل الخير داروا حاجه ما توقعش كاع. ما توقعش. ما عجبني. بارك الله فيك. قسما بالله. بارك الله فيك سي العجل. يعني الناس الاغلبيه نتاع الجوارين كامل، يعني الاهل نتاع مسرى كامل الاغلبيه. الله يبارك. كامل اللي قاموا بهذا العمل الخيري هذا. يا ودي جزاك الله يطول في عمرهم ويدعمهم. ان شاء الله. ان شاء الله تكون. قالوا حي الله يبارك، تبقى طول حياتهم. تكون في ميزان الحسنات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك على التدخل خويا. انا بروح شكرت الامر ربي نهار. رجعوا الى معنى الكلمه. بارك الله فيك. بارك الله. شكرا سي العجل. ان شاء الله. هذا هو الوجه. كان مقلوب. Thank you.